السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. شباب، نقطة سريعة بالنسبة حق موضوع البي سي تي أو التنظيم. قبل لا تبلش تنظيم لازم تتأكد، لا خلاص سهلة بعد أكثر. إذا قاعد تاخذ مثلا شورت أستر تست بروبيونت أو أسيتيت، أي شيء سريع، أي شيء من الشغلات اللي يعني تنغز يوم وترك أو كل يومين، عط نفسك من آخر ضربة، من آخر غزة خذيتها أسبوع، وافحص تأكد أن التستاسترون عندك أقل من الرنج الطبيعي، بعدين بلش تنظيم. إذا كنت قاعد تاخذ لونج أستر مثلا أنانثيت سبونيت مثلا سوستانون، أي شيء من الضربات مثلا تنغز مرة إلى مرتين بالأسبوع، عط نفسك من آخر غزة أسبوعين ورد افحص وشوف وضعك. إذا تحت الرينج الطبيعي أوكي، هني عندك green light إنك تبلش تنظيم. إذا يعني باللو أند بالرينج الطبيعي، حنقول مثلا لو الرينج الطبيعي من 1 لـ 5، لو أنت مثلا 1 2، عط نفسك يومين 3 أيام 4 أيام الأفضل، وبلش على طول تنظيم. إذا للحين بنص الرينج أو فوق الرينج أو أعلى من الرينج، عط نفسك أسبوع زيادة ورد وهو ما يحتاج تفحص، لكن الفحص الحرص في الحالة، وبلش تنظيم دايركت. لكن انك انت تبلش تنظيم للحين في تستاسترون بجسمك ما طلع، للحين بالرينج الطبيعي او فوق الرينج الطبيعي، الفترة اللي انت قاعد تبلش فيها تنظيم فترة خاطئة، ما راح تستفيد منها بشيء، قاعد تقط فلوسك على الفاضي. تفرق هم سالفة الغدة عندك، هل هو خمول الغدة طافية، هو الاغلب خمول يكون، لكن سبحان الله لازم تفحص عشان تتأكد، هم عشان الجرعات اللي تاخذها، جرعات التنظيم، مواد التنظيم. في بعض الأحيان تمر علي حالات لما أشوف تنظيم، لما أشوف فحصك من غير تنظيم للحين ما بدأ، ما يحتاج أنه ياخذ مثلا HCG، ما يحتاج أنه ياخذ مثلا HMG فلوتروبين كلوميد، هالأمور هذه كلها. في بعض الأحيان يحتاج شغلات بسيطة جدا، في بعض الأحيان تكون الغدة الخمول اللي عنده خمول بسيط، يعني مجرد ما يوقف فترة تريد الغدة تشتغل بروحها وتفرز، فتشوف ان الافاسات والالاتش عنده يعني انتاجهم زين، اي مو بالرنج الطبيعي لكن مو زيرو، مو 0.1، لا مثلا عادي تشوفه 0.6 0.7 1، هذا غدته شغالة. ففي هالحالة ما راح ياخذ نفس المواد اللي ياخذها واحد غدته بالمقرى. فعشان كذي لما تقول لي ابي انظم، اطلب منك الفحص قبل التنظيم، اطلب منك انك من اخر ضربه تنطر مثلا اسبوعين 10 ايام، في بعض الاحيان اسبوعين وارد اخليه ينطر بعد اسبوع ل10 ايام. فانك تدش علي تقول لي انا ابي انظم، شنو المواد اللي اخذها او شنو تنظيمي، هذه المواد اللي تستخدمها، ما اقدر ارد عليك، هذا شيء جدا عشوائي. فيا جماعه هذه نقطة جدا مهمة، أتمنى الكل يحرص، لأن قاعد تمر علي حالات بشكل يومي، يعني ما أبي أقول قاطين فلوسهم كم سامع بالنسبة له، لأن وقت التنظيم خاطئ غير البروتوكولات اللي قاعد أشوفها يعني، فحرص.